ده ما بيقتصرش على اراء رسمي اثناء الكتابه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. في طالب جديد هينضم عند حضرتك في السكشن ده بعد اذنك يعني. اتفضل. ده الاستاذ. عارفاه عارفاه كويس قوي. السيد رئيس الجامعه موصي عليه توصيه جديده. يا ريت بقى سعادتك تهتمي بيه شويه زياده. مش محتاجه توصيه يا دكتور، طلبه كلهم عندي واحد. اتفضل يا مرجان. على اذنك يا دكتور. شريف قولي يا ميهي. مرجان احمد مرجان، قولي لي يا مرمور. لا ده احنا سنتنا حلوه كلنا ان شاء الله. بس يا انكل. انكل ايه بقى؟ الحاجات دي ما تنفعش هنا يا طنط ماي. الواد ده بيبص لي كده ليه؟ ده محمود نور الدين، مالكش دعوه بيه. ده رئيس اسره نور الحق ومحبتها قوي. رئيس اسره ايه؟ بعدين؟ لا أصل أول يوم بقى وبنتعرف على الزملاء يعني. المحاضرة مش مكان للتعارف يا مرجان، دي مش كافيتيريا. مصطفى وصل ورقة الأسئلة. امتحان إيه؟ وإحنا لسه اصطبحنا ومتضار للنار كده على طول؟ أيوه. أصل يعني مؤاخذة أنا لسه مستجد ومسخنتش يعني. اكتب اللي تعرفه. أكتب اللي أعرفه. إحنا مع بعض مهاميهم، ها؟ نشغل بعض شوية وأنا تحت أمرك في أي خدمة يعني. التليفون ده لسه جاي لي نوفي، ده بكاميرا، ده هدية مني ليكي. ميرسي قوي. دي ورقة عشان تجاوب فيها، وده قلم. خبي كتاب، خبي كتاب، دي بصلنا. ده امتحان أوبن بوك. أوبن بوك إزاي يعني؟ اسمح نبصوا في الكتب والمراجع. طب ما التعليم بقى سهل قوي اهو. يعني ما اسمح لكم كده انكم انتوا تنقلوا من الكتب عين عينك قدام المدرسين. وانا اقول العيال خابت ليه؟ اتفضل. ايه ده؟ مرجع عشان تنقل منه. انقل من كل ده؟ طب ما تنقلي لي انت بايدك الحلوه. ما ينفعش. يو 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 يو، نورت المحاضرة يا عم الحاج. احنا النهارده زرنا النبي هيثم دبور. منورة بأهلها. مرجان أحمد مرجان. مورجان بيوتيفول. حد يجي الخنقة دي برجليه؟ إيه اللي رماك على المر؟ القمر منه. وبعدين؟ أنا متأسف جدا يا دكتور، أنا الوقت سرقني وأنا في المكتبة بعمل ريسيرش. وبعدين أنت متأخر ربع ساعة على المحاضرة يا عدي. أنت عارف النهارده في إكزام، الوقت ده مخصوم من وقت اجابتك. انت ايه اللي جابك متاخر؟ الامتحان ابتدى بقاله ربع ساعه. الواد ده اتمنع من دخول المحاضرات لغايه اخر السنه، لان اللي ما بيحترمش المحاضره بتاعته يبقى ما بيحترمش زمايله ولا بيحترم المدرسه بتاعته. انت مالك انت؟ بتتسحب من لسانك ليه؟ انا كنت بقول يا ابله يعني عشان ما تقولش. وانا مش ابله. اللي يتكلم هنا يبقى باذن. اتفضل اقعد. اتفضل يا عدي. همدي لك الامتحان ربع ساعة. مش بقى تبدلي الامتحان ربع ساعة؟ لا ده كوسة بقى بصراحة. اسمعي. لا بقى ده كوسة بقى. كوسة على من كوسة. هنعمل بقى شوية. ايه ده؟ انت يا مرجان. ده ربع ساعة. يا مرجان. انت بتعمل ايه؟ فضلات. بابا انا سعيد جدا ان انا شفتك هنا النهاردة. برافو. عدي. ما تكلمش حد. حد غريب؟ جريه اشتغل انت بدي بقى. ها
أنا خلصت أبلة حاجة زي الفل وبارك الله فيما رزق. أنا مش أبلة والورق كله بيتلم آخر المحاضرة. عدي روح اقعد في البنش الفاضي اللي هناك. إيه ده؟ الواد ده بيتكلم عليها كده ليه؟ ده واخد عليها قوي. خلاص بقى يا مورجان نفض يا عم، كبر الجي وروق الدي. الجي ده يا اسم؟ الجي اللي هي جمجمه. والدي اللي هي الدماغ. الله 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 الله، الواد بينفخ لها في ودنها، ده واد قليل ادب. شهيصني انت وانا راسيك على الحوار كله. وشهيصك ايه وحوار ايه؟ العالم هنا كلهم عارفين ان هم انت مين. من التنين؟ ما انت مين؟ هم مين دول ما انت مين؟ تامروا عليها. ما انت مين ازاي؟ ما انت مين؟ ما تترجم بقى يا مورجان، خليك كول. الله، ما انت مين كده عيني عينك قدام العالم؟ يس. رايح فين يا مورجان؟ هكسر له الجي وابطح له الدي. يا ده عملت قدم مع البيت من الصبح ومحدش مالحين. يا ماما حرام عليك، ما ينفعش كده. كنت انت خالص مفيش دعوه خالص. مش فاهم. مش فاهم ايه؟ سايب اختك بتتقدم في الفصل وانت قاعد قافص جوافه. بي كول مان، بي كول. سيبه بغباوته بسلطاته بابا غنوجه. بابا غنوجه كمان. هو ده صراع الحضارات. عندك صراع الحضارات. اونكل حرام يا اونكل، توست ده جميل. جميل مالكش دعوه انت، انت مقنت مع نفسك، انت مالك؟ امشي من هنا، امشي خالص. انت يا مورجان انت فاكر نفسك فين؟ ايه عايزاني اشوف بنتي بتتقدم قدامي واقعد ساكت؟ عايزاني اكبر الجي واروق الدي؟ ما تكلم اخ محمود، عجبك المسخره اللي بتحصل في الفصل دي؟ انهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيله والفسق. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. انها الفتنه اخ محمود، انها الفتنه. ما لو كل اب ساب بنته تتقدم قدامه هنبقى كلنا قرايل. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الله اكبر. مورجان اضرب بيد من حديد. ما اضرب بيد من حديد. لا بقى انت زودتها قوي. اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره بقى. بيكول بيكول صباح الجوافه. روق يا برنجي. انا تطردني من المحاضره؟ انا هبطلها الشغلانه دي خالص. والواد تامر عليه النعمة بحصيل. تامر ايه يا راجل وكلام فاضي ايه؟ روق دماغك. هاي جوهي انت امتي؟ هو مدلوع عليها ملوخية ولا حاجة؟ مالها مزرعة اخضر كده ليه؟ بكرة تدبل وتصفر. تصفر؟ صدق هيثم ان انا حبيتك، انت ابن حلال يا دبور. وانت حبيبي. ايه السيجارة دي يا دبور؟ دي مش سيجارة. امال ايه ده يا دبور؟ دي خبور. تديني خبور يا دبور. كركونيلك مزاج كل زي القشطه. لا 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 يا مورجان، دي تبع عدي. عدي ابني؟ ما انت مين؟ ما انت مين برضو؟ اه ازيك؟ جايز لي خبوره دبور. دن بابا. بابا ايه ده؟ انت اللي بابا. حضرتك ما انت واختك ما انت ما وانا ولا داري بحاجه. بابا ده خليني اشرح لك بس. مين دي؟ دي نورهان. البنت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا كنت تقدموا ولا جيتوا تتعلموا؟ دي لا جامعه ولا تعليم ولا اي حاجه. ما كل واحد يزنق اللي بيت على الترابيزه ولا في مدرب يقول لك ما انتم بقت انتما. هي مين ده يا اخوانا؟ انت بتقل ادبك ليه؟ فين امن الجامعه؟ ده قول لامن الراجل ده. امن ايه يا عم؟ ده احنا نقطعه هنا. قطع مين يا كوكو؟ ده ابويا. ابوك ابوك يبقى يقعد باحترامه. انا محترم غصب عنك وعن اهلك. امال انت برج ايه؟ العذراء. هنكذب من اولها. يا استاذ مورجان في شكوى مقدمه ضدك من الطالب تامر عبد الله. تامر شاكين انا؟ ده حتى يبقى حرام يعني. الشكوى اللي متقدمه فيك مش بصفتك ولي امر، انما بصفتك زميل تامر وعلياء. انت اهنت تامر واهنت علياء، والكلام والحاجات اللي عملتها دي ما يصحش تتعمل في الحرم الجامعي. يعني عايزانا اشوفه بيأنتم مع بنتي واسكت؟ يا ممكن حضرتك جرحت مشاعري. والله ايوه، وممكن كمان يرفع عليك قضيه تعويض بسبب الاضرار النفسيه اللي سببتها له قدام زمايله. بس انا بقى اقنعته يجي يقعد معاك وتتكلم.
طب والاخ تامر المجروح عايز مني ايه بالظبط يعني؟ تعتذر له؟ اعتذر له وانا شافه بانتم مع بنتي قدام عيني؟ ده حاجه عجيبه والله مش فاهمه. مشاعر تامر تجاه علياء مشاعر زميل بيقدرها وبيحترمها وبيحبها. ولما هو بيحبها ما تقدمش ليه؟ ما دخلش ليه من الباب؟ يور امبوسيبل. مين؟ هو مش بيحبها الحب ده. امال بيحبها حب ايه؟ يا ممكن علياء دي انتمتي. اعترف الواد اهو ما انتم مع علياء. يا ابني ترضى ان انا انتم مع عمك؟ لو كانت مامي مش مقنتمة أنا عن نفسي ما عنديش مانع، بس يا أنكل في النهاية ده قرارها هي. التربية والأخلاق أهم مليون مرة من التفوق العلمي. مظبوط.